لسه مع حضراتكم في المحترف، لكن يلا بينا بسرعة نروح نشوف الصحافة العالمية قالت إيه في المحترف. يلا نبدأ جولتنا كالعادة في أسبانيا. جريدة ماركا الأسبانية اهتمت طبعا بفوز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في ديربي العاصمة، وكتبت المباراة أثبتت تفوق ريال مدريد. الصحيفة كمان اهتمت بتعادل إشبيليا وفيا ريال 1-1، وكتبت التعادل لا يوضح مستقبل لوبيتيجي. سبورت الأسبانية طبعا كتبت ريال مدريد يتشبث بالصدارة بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 بالدوري الأسباني. إيس الأسبانية كتبت كمان ريال مدريد يركز بعد الفوز على أتلتيكو مدريد 2-1 بديربي العاصمة واستعادة صدارة الدوري الأسباني. نسيب أسبانيا ونطلع على إنجلترا وجريدة أو صحيفة ذا صن الإنجليزية اللي ركزت على فوز أرسنال على برينتفورد 3-0 بالدوري ومشاركة اللاعب الشاب إيثن البالغ من العمر 15 سنة، وكتبت صغير أرسنال يصنع بعض المرح. كمان اهتمت بمستقبل روديجيز ده مدرب ليستر سيتي، وكتبت قد يدفع الثمن. نسيب انجلترا ونطلع على فرنسا سريعا. جريدة ليكيب الفرنسية اللي ركزت على فوز باريس سان جيرمان على أولمبيك ليون بنتيجة 1-0، وكتبت ميسي العاصمة. كمان الجريدة اهتمت بتعادل مارسيليا ورين 1-1، وكتبت جمزوري يتكفل بكل شيء. يلا نطلع على إيطاليا سريعا. لاكازيتا دي سبورت الإيطالية ركزت على أزمة يوفنتوس، زي ما بتكلم مع حضراتكم، يوفنتوس وإنتر بعد الهزيمة في الدوري الإيطالي أمام أودينيزي، وكتبت تحت الاتهام والمدربين تحت الأنظار. الصحيفة اهتمت كمان بفوز نابولي على ميلان 2-1 وتصدر الدوري الإيطالي. طبعا نابولي يتصدر الدوري الإيطالي بعد فوزه على ميلان 2-1، وكتبت نابولي يعني يغني وميلان غاضب. طبعا الصحف طبعا العالمية كلها بتتابع الدوريات، واحنا مع حضراتكم كمان هنتابع هذه الدوريات بشكل